ها نحن هناك مع ولاكم دائما، كاميراتنا في قلب الحدث، عيون مستيقظة تحمي الوطن بكل جد واجتهاد. وها هي الآن تنسب شباكها لتوقع في أخطر شبكة للجاسوسية في العالم العربي منذ 10 سنوات. إيه؟ وبعد مراقبة طويلة وبعد نجاحها في تجنيد عدد من الشباب العربي، تقع في قبضة أجهزتنا الأمنية. سنوافيكم لحظة بلحظة بآخر الأحداث والمستجدات في هذه القضية على مدار اليوم. كان معكم مراسلكم نهاد السباعي. خلاص؟ خلاص؟ أشكرك يا فندم. شكرا. شكرا يا فندم.